واحد بيقول أرجو أن تجيب على السؤال، ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، ما المقصود به؟ أي دين جديد أو أي مبدأ جديد منين ما يبتدي في ناس يبقوا معاه وناس يبقوا ضده، وجايز تقوم محاربات بين الاثنين والسيف يشتغل. ده حصل في المسيحية أول ما قامت، قام ضدها اليهود وقام ضدها الدولة الرومانية، وجه السيف، وكان السيف علينا وليس سيفا منا، يعني مش احنا اللي رفعنا السيف، ده السيف جه ضدنا. برضو الاسلام اول ما جه قام ضد كفار قريش وقامت حرب وانتهت بفتح قريش، والمسألة حكاية ما جئت بألقي سلاما بل سيفا، يعني ما تنتظروش انكم داخلين على حياة هينة كلها سلام وورود ومتعة، لا، ده في سيف هتتعرضوا ليه، لكن مش سيف مننا، لا، سيف علينا. حلقها كده، ليس سيف منا وإنما سيف علينا.